قرار مفاجئ صدر من قبل الحكومة الاتحادية دفع المواطن الأنباري إلى الشجب والاستنكار، ألا وهو غلق منفذ طريبيل الحدودي الشريان النابض لأبناء المحافظة. طبعاً يأثر على كافة محافظات العراق وعلى العراق كله، مو بس الأنبار وغيرها. غلق منفذ طريبيل يأثر سلبياً على السوق، لأن يعني عندنا هاجز قديم على غلق الحدود العراقية السورية على الوضع السوري، ارتفعت البضائع السورية، فأكيد سيرتفع السعر النقل، يرتفع هواي أمور ترتفع من غلق الحدود الأردنية العراقية. ركود كبير أصاب الأسواق بسبب ارتفاع أسعار البضائع، ما دفع المواطن إلى المطالبة بفتح هذا المنفذ الذي يسهم في إنعاش التجارة العراقية بصورة عامة. والله غلق منفذ طرابيل هو يعني سبب لنا السوق الحركة ماكو بعد، ومو هالقد يعني، وحتى قاعدين بس بالمحلات ما نبيع كل شيء. أدعو السلطات المركزية والسلطات المحلية أن تتعاون معا باتجاه فتح هذا المنفذ الحيوي الذي هو شريان مهم ليس للأنبار فقط وإنما لكل البلاد. مجلس محافظة الأنبار من جهته استنكر هذا التصرف من قبل الحكومة المركزية وطالب بفتح هذا المنفذ، وبخلافه وعد المجلس برفع دعوى قضائية ضد من أغلق منفذ طرابيل الحدودي. مطالبة الحكومة المركزية المتمثلة برئاسة الوزراء ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية بفتح المنفذ الحدودي القادسية طرابيل خلال 3 أيام، وبعكسه سيلجأ مجلس محافظة الأنبار بإقامة دعوى بحق رئيس الوزراء إضافة لوظيفته والسيد وزير الدفاع إضافة لوظيفته. ارتفاع الأسعار الفوري لأغلب السلع والبضائع جاء على خلفية إغلاق منفذ طرابيل الحدودي، مما أدى إلى امتعاض المواطن الذي لم يعد يحتمل أكثر من الأنبار مهيمن العامر.